ترى روحك قادر انك تقدم برنامج من الاول لاخر وحدك. ما عملتها قبل اني قدمت برنامج وحدي في التلفزه كان من اعدادي اللي هو انت بهشقال. ونعاود نقول كما قلت في الحوار اللي هو انت بهشقال الاصلي مش التقليد اللي موجود في اذاعه في موزايكا فيم. علاش ما نقولوش عادي؟ تحيه للجميع كل في موزايكا زملائنا. دونك قدمت البرنامج هذا وكان تجربه حلوه اما في الوقت الراهن في الوقت هذا مانيش نخمم باش نكون انيماتور تيلي بور انستون.